بعد 7 أشهر من الاحتفالات الباذخة، أقيم حفل زفاف نجل أغنى رجل في آسيا أنانت أمباني وزوجته وريثة شركة لتصنيع الأدوية راديكا ميرشانت. واجتذب الحفل العديد من كبار الأسماء في مجالات الترفيه والرياضة والأعمال والسياسة، وعلى رأسهم وزراء خارجية مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مارك زوكربيرغ وبيل غيتس والملاكم جون سينا.